الرقم كانت صحيحة، هل يكون 8 دقايق؟ رقم هيبقى كبير جدا لأن الفار خد وقت كبير. مروان نزل على الأرض، أكرم توفيق، أكرم واحد ضد اثنين، أكرم أكرم بالغ في المراوغة أكرم، لكن يا ولد خرجها لحسين الشحات، حسين ظاهر له مروان، حسين ظاهر له مروان، قرر يحطها لوسام في مساحة يجري وسام، وسام استلم وعمل محطة ويحطها لحسين في مساحة، اه لو جابها حسين تاكلج من حسين على طريقة وليد سليمان، لكن التدخل من أحمد هاني طلع كرة ضرب ركنية، كان بيعملها دي وليد سليمان. كان بيعملها وليد سليمان، فجأة ينزل وتلاقيه خد كورته وتقمص دور المدافع، حاول فيها حسين الشحات، لكن شوف اتنين صنعوا متاعب لدفاع سيراميكا كليوباترا. حسين بدأها مع وسام ثم انطلق حسين، لكن في توقيت رائع، في توقيت رائع احمد هاني شو بيسقف له حسين الشحات ياخد ضربه ركنيه النادي الاهلي. 8 دقائق وقت محتسب بدل من الضايع، رقم كبير. وادي هنا التاكلينج ضد جون ايبوكا، معروف ما حسبش واحده مع كريم فؤاد، وهي نفس التاكلينج تقريبا من اكرم ضد صديقه جولا، ما حسبهاش محمد معروف، التدخل كان على الكره. ادي العرضيه من محمد هاني وبيحاول وسام ابو علي، فاول ضد وسام لصالح بيكهام. لو سالت بيكهام وسعد وحتى رجب نبيل الكابوس النهارده كان ايه، يقول لك وسام ابو علي. بودي منه على طول لمروان وتاكا، مروان عايز يعدي، مروان من مروان لا يفل مروان الا مروان، ادي الضغط من مروان عطيه على مروان وتاكا، تطلع الكره رمي التمس. 6 دقائق تفصل الاهلي عن النقطه 72 وعن انتصاره ال 17 على التوالي امام خصم عنيد هو فريق سيراميكا كليوباترا. صديق اوجولا، محمد هاني يطلع استبسال من لاعبي النادي الاهلي اللي طبيعي راجعين يامنوا التقدم. وسام ابو علي، شوف وسام، شوف وسام، شوف وسام، مان اوف ذا ماتش بامتياز وبجداره، ويعني وسام عنوان، وسام على صدر كل اهلاوي، وسام على صدر كل اهلاوي، وسام ابو علي. ياخد فاول وعمر كمال هينزل، هيفكر في مين، هل يسحب واحد من الثنائي مروان واكرم ولا يسحب محمد هاني؟ اعتقد هيبقى على حساب واحد من الثنائي مروان او اكرم، هنشوف. عمر كمال، شوف هينزل على حساب مين، عمر خرج امام عاشور، ده ولا ده خرج امام عاشور، يسيب اللعيبه اللي عندها ادوار دفاعيه عشان تامن له المكسب، ويسحب امام عاشور اللي كنت قلت هل نال منه التعب، فعلا امام عاشور يطلع وينزل عمر كمال صاحب ال 30 عام، 32 هدف على فكره لعمر في 198 ماتش في الدوري، وصنع 14 هدف اخرين، عنده يعني ميول تهديفيه ولعب يمكن في جميع المراكز، مهاجم وظهير ايسر وظهير ايمن وهاف رايت وهاف ليفت، وفي وسط الملعب كان سجل هدفين وصنع هدف في 14 ماتش مع الاهلي، سجل هدفين وصنع 5 اهداف عمر كمال هذا الموسم، كان سجل هدف رائع في الاتحاد وتلاه هدف حاسم في بلدية المحلة ب3 نقاط، فوز كان عسير تتذكروه 2-1 على بلدية المحلة. عمر في اول السلام تطول منه، تطلع رمي التماس، تم اكتشافه متأخر في عمر 30 سنة بينضم للنادي الاهلي. صديقه جولة يضغط كريم فؤاد، عمر تنزل لكريم يلعبها لوسام، وسام استنى مروان، حطها لمروان، عدى مروان، ادى الادفانتج معروف بامتياز، ويرجع يحسب الضربه الحره المباشره. كان لعيب كوره، كان لعيب كوره، شوف محمد معروف في اللقطه اللي فاتت ما يفسدش الهجمه، يدي الادفانتج وبعد ما الكوره ما يستغلهاش لعيب النادي الاهلي يرجع ويدي ضربه حره مباشره من مكان مميز. ماتش رقم 200 اجمالا في كاريره محمد معروف. الموسم الماضي كان دار لقاء في دور ال 16 في كاس العالم اندر 20 بين الارجنتين والولايات المتحدة في الأرجنتين عفوا، بين الولايات المتحدة ونيوزيلاند، وحكم من حكام الصافو في الدوري المصري. ضربة حرة مباشرة، 22 ماتش المعروف مع النادي الأهلي في كاريره، منها 20 في بطولة الدوري، فاز الأهلي في 14 ماتش في طريقه لل 15، كان خسر الأهلي مرتين وتعادل في 4 ماتشات. مين اللي هيلعب الفاول؟ مين اللي هيلعب الفاول؟ هل عمر ولا حسين؟ شايف كمان وسام، وشايف كمان وسام، هل يبغتنا وسام بهدف من ضربة حرة مباشرة؟ وسام
المتكامل المتكامل، جول الفدائي يعادل الكونغولي ابن فلسطين الحبيبة إلى الأربعتاشر. وسام أبو علي يتصدر قائمة هدافين الجدول، والأهلي يتصدر الجدول منفردا 72 نقطة، ونسر الأهلي عالي يحلق مع الفدائي. وسام أبو علي المتكامل، وسام الفدائي يسجل تاني أهدافه وينصب نفسه مان أوف ذا ماتش ورجل كل المباريات. وسام أبو علي يسجل من ضربة حرة مباشرة، وسام أبو علي تغالط محمد بسام عشان الأهلي يفوز بالتلاتة. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا وسام يا ولد يا وسام يا ولد يا وسام يا ولد يا وسام، صفقة الموسم وكل موسم. وسام أبو علي صفقة تمت في هدوء ودون ضجيج ودون مضاربات، وأسامة أبو علي يقود الأهلي إلى الاقتراب من لقبه الـ44. ست نقاط تفصل الأهلي عن ست نقاط، تسع نقاط تفصل الأهلي عن اللقب في من أصل 18 نقطة، وأسام يرجع في 16 مشاركة فقط، ينجح إنه يوصل لـ14 هدف مع النادي الأهلي عشان هل ينصب نفسه هداف الدوري زي ما عملها أمادو فلافيو ووليد أزارو الثنائي الأجنبي من قبل مع النادي الأهلي. وسام أبو علي يضع الأهلي في المقدمة، محاولات من سيراميكا كيلوباترا، سيراميكا كيلوباترا من أجل يعني تذليل الفارق وحفظ ماء الوجه يخسر بالتلاتة. وكلمة السر وسام أبو علي يقول لك سيبك بقى من بنالتي جدلي مش جدلي، هل هي بنالتي مش بنالتي، وادي جون إيبوكا جون إيبوكا جون إيبوكا، ضغط من مروان عطية يضغط على طول محمد هاني بالتلاتة، الأهلي يفوز ويتقدم على سيراميكا كيلوباترا. وعمر كمال هل يبقى الرابع هل يبقى الرابع هل يبقى الرابع هل يبقى الرابع الرابع عمر كمال سوبر سب أفضل بديل ينزل ويحرز الهدف الرابع. عمر كمال يا ولد يا عمر يا عمر يا ولد يا عمر، ليلة كبيرة للنادي الأهلي، 4-1 للنادي الأهلي بربعية بربعية لمقابل هدف الأهلي يقصو على سيراميكا كيلوباترا، ويسجل عمر كمال رابع الأهداف. لكن أي هجمة مرتدة أي كاونتر أتاك بدأها، شوف مين هنا، هو وسام هو وسام، مش ممكن يصنع ويسبب ضربات جزاء ويصنع من ضربات ويسجل من ضربات حرة مباشرة ويصنع لزمايله كمان. وسام أبو علي شوف وسام المتكامل تسبب في ضربة جزاء وسجل في الأول في من داخل منطقة الجزاء ثم سجل من خارج منطقة الجزاء. وعمر اللي اتكلمت عن حس التهديفي قلت انه اتأخر اكتشافه، 30 سنة ضاعوا من عمر عمر كمال حتى يعني تم انضمامه للنادي الأهلي، وتوهج عمر كمال اكتشاف متأخر لنجم كبير ولاعب مميز. عمر كمال هدفه رقم 33 في الدوري في مسيرته في 199 ماتش، وهدفه الثالث هذا الموسم عمر كمال يسجل في فوز 4-1 أمام الاتحاد، ويرجع النهاردة يسجل في فوز أيضا 4-1 أمام سيراميكا كيلوباترا عشان الأهلي يجهز تماما على سيراميكا كيلوباترا في هذا اللقاء. خبرة الأهلي كان ليها مفعول السحر مفعول السحر، ودي يعني التبديل من أجل التكريم، خروج مان أوف ذا ماتش بقولها يعني بالفم المليان وسام أبو علي، ونزول لمحمود عبد المنعم كهربا. والأهلي برباعية يقصوا، على فكرة مش أول رباعية، كان الأهلي فاز قبل كده مرتين 4-0 على سيراميكا كيلوباترا في تاريخ مبارياتهم، وده ثالث رباعية يذقها الأهلي لسيراميكا كيلوباترا في هذا الموسم. الأهلي يفوز برباعية ووسام مكاسب بالجملة يتصدر قائمة الهدافين، خامس انتصار للأهلي بالأربعة هذا الموسم يقصو على سيراميكا كيلوباترا، والفضل كل الفضل لوسام أبو علي اللي سجل وتسبب في ضربة جزاء وسجل مرتين وصنع الهدف الرابع ببراعة للاعب عمر كمال اللي أودعها بإتقان في مرمى الحارس محمد بسام. علي صديق أجولة صديقو جولة تطلع الكرة رامي التماس، قعد أيمن الرمادي قعد أيمن الرمادي، يعني ربما التلويح بالانسحاب استفز لاعبي النادي الأهلي واستفز جمهور النادي الأهلي، فكان الرد قاسي وكان العقاب قاسي، العقاب برباعية لسيراميكا كيلوباترا اللي يعني ما حدش أبدا كان يتوقع نتيجة 1-1 إن الأهلي هيعود ويسجل 3 أهداف عشان يقصوا على سيراميكا كيلوباترا برباعية 4-1. أرموتي يجري يلعب ركنية، خلاص ربما اخر فرصه لسيراميكا كليوباترا. ادي كوندوسي يقول لك لا انا ارجع للناس دي انا ارجع للناس دي ارجع للناس دي يو كانت بيت ذم جوين ذم، لو مش قادر تكسبهم العب معاهم. كوندوسي بينه وبنفسه يقول لك لا حلهم الوحيد ان انا ارجع لهم،
وادي في هذه الأثناء يطلق الحكم محمد معروف صافرته